طيب انا مستغرب المسلمين اللي بيقولوا يسوع ابن زنا. هو فندم حضرتك، انا والله ما بقولش كده، هو الكتاب المقدس من نسل يسوع في ابن زنا، بس ان هو في يعني واحده من اروع الوحدات اللي موجوده في الكتاب المقدس. خلاص، بس لو بنتكلم فعلا حقيقه عيسى ابن مريم عليه السلام، لا احنا عمرنا ما نقول حاجه زي دي. هو اللي بيفتكر حاجه زي دي، مش انا والله. والله ما انا دلوقتي، والله ما انا، والله ما انا يا اختنا يا استاذه كنا، اقسم بالله ما انا. حاضر هنا فوق دلوقتي. الله حي. لا نقوله ايه بس؟ تموز قاعد يجي ويدخل يخرج ويدخل. عمنا فاروق، هبعت لك كسبر بس الله يكرمك. إيه حضرتك تاخد بالك. مين يا فندم؟ شفت محمد كيوب؟ انا على فكره انا محمد كيوب ما يقولش حاجه زي دي الا ربا على واحد يقول حاجه زي دي. تمام، فممكن حضرتك تكوني اهلا بيك استاذ فادي. نور يعني. عمر محمد كيو يقول حاجه زي دي يا استاذ كندا، مع انها حقيقه يعني بالنسبه للي موجود في الكتاب المقدس هي حقيقه. تمام، انما ان محمد كيو اساسا يقولها كده من نفسه، لا محمد كيو عمره ما يقول حاجه زي دي من نفسه يا استاذ كندا. محمد كيو لما يجي يتكلم عن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام بيقول كل خير، لحد ما حد يجي يغلط فبنوري له يسوع اللي هو ليس سيدنا عيسى ابن مريم. يا مصيبتي، مالها مصيبتك يا فندم؟ اتفضل اخونا فوكس، المايك معاك لحد ما استاذ كندا ان شاء الله تشوف ايه مصيبتها او ايه اللي انا قلته ونبدا ان شاء الله نجيب. خلاص يا فندم هيجيبها لك حالا. طيب اتفضل اخونا فوكس، لحد هنفتحه بقى الموضوع ده بالذات نسب يسوع. هنتكلمه دلوقتي في نسب يسوع يا استاذ فوكس، عشان الاستاذه كندا عايزه تعرف نسب يسوع واللي احنا بنقول كده. اتفضل اخونا فوكس لحد ما نحضر الحكايه دي ونطلع نكلمه ان شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوة؟ طب حياكم الله جميعا. أخونا اللي تقول عايز المايك، أخونا اللي تقول عايز المايك، أنا أنت كاتب لي 7 عايز المايك يا حاج. لا تقول طيب، عشان بس ايه، عشان انا حاسس ان النهارده في مشكله في النت. اللي سامعني في الغرفه يرفع ايده. ممكن اللي سامعني في الغرفه يرفع ايده؟ اتفضل يا تقول، معاك المايك. اتفضل معاك المايك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش انا ابغى اقول كلمه بسيطه. دوب الدكتور محمد بيتكلم، يعني بيقول انه الاستاذ رجاكي ما كان موجود، فما يصح انه احد يتكلم عنه بحاجه يعني. طبعا الاستاذ رجاكي قبل شويه جاء وقال ادمه، ابن المتعوج المتمرد. نعم، قال ادبه. ف يعني نحن نبغاه لما يكون موجود ويدافع عن نفسه، يقول لنا يعني هو بعد ما الرشم بزيت الميرون لسه باقي زيت الميرون ريحته فيه او لا. هذه انا اللحظه اللي كنت ابغاها بس. واسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يهديه ويصلحه. المايك. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت يا اخوه؟ في صوت؟ حيا الله اخونا حميد، حياكم الله جميعا. طيب اخونا الفاروق عمر، ممكن حضرتك تاخد المايك بس دقائق بس وهرجع. دقائق بس، معلش حاجه بس مهمه وهرجع على طول يعني. اتفضل معاك المايك. السلام عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع، حيا الله كل الإخوة والأخوات، ربي يحفظكم ويبارك فيكم، حيا الله ضيوفنا المحترمين، ربي يعزكم جميعا. طمنوني عن الصوت أولا، طمنوني عن الصوت يا رب. الصوت واضح.
حياك الله اختي الكريمه مونلايت، يا رب تكوني بخير. استاذ فادي اهلا وسهلا، كيفك يا رب تكون بخير. اخونا الحبيب لا تقول، اخونا حميد حياكم الله وبياكم. طيب الضيفه اللي كانت معنا، يا اهلا فيك استاذ فادي، نورت، وخذ هذه لك بس لحالك، تعطيهاش ولا لاي حدا، خذها واهرب فيها، لانه يعني محمد كيو فوكس هسه حياخذوها منك. طيب الآن الأستاذة اللي موجودة معانا وسألت، يا أهلا فيك، موجودة الضيفة اللي سألت عن أنه المسلمين يقولوا أنه يسوع وحاشاه ابن زنا، هي إيش اسمها؟ كندا. طيب يا كندا، طيب معاك مايك يا أستاذة كندا، أكيد أنت من موبايل قطعا معاك مايك، لانه تتكلمي من موبايل وما فيش موبايل ما فيش فيه مايك، صح؟ طيب اهلا وسهلا فيك. طيب الان لما بدك تقولي شيء عليك تجيبي دليل على كلامك. فين المسلمين يقولوا؟ انا لما اقول لك انه الكتاب المقدس اتهم يسوع انه من زنا، اجيب لك على طول يوحنا 8 فورا، يوحنا 8 ونقرا مع بعض حنشوف من يوحنا 8 39 و40 و41، تعالي نقرا مع بعض. اجابوه وقالوا ابونا هو ابراهيم، قال لهم يسوع لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، ولكنكم الان تطلبون ان تقتلونني وانا انسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله، هذا لم يعمله ابراهيم، انتم تعملون اعمال ابيكم. فقالوا له، طبعا مين ابيهم؟ ابيهم اللي هو ابوهم ابليس لما قال لهم المسيح، ايش قالوا له؟ ان لنا اب واحد هو الله. اذا هم يتهموه بانه ابن زنا. مين اللي قال؟ الكتاب ولا القران؟ القران الكريم ماذا قال عن المسيح عليه السلام؟ انت ما بتشوفي هذا شانك، احنا نتكلم عن نصوص واضحه، يوحنا 8:41 أنتم تعملون أعمال أبيكم. قالوا له أننا لم نولد من زنا، لنا آب واحد هو الله. طيب تفضلي ارفع ايدك بيني لي فين الخطأ في كلامي، وفين الإسلام قال أنه المسيح كما قلت أنت؟ لو سمحتي ارفع ايدك، ممكن ترفع ايدك حتى، لأنه الحوار هون حوار مايك أستاذة كندا، الحوار هون عن مايك، ما معاكي مايك او مش حتتكلمي في مايك تجلسي مستمعة، اهلا وسهلا فيك، لا تتكلمي في مايك اجلسي مستمعة لا تعلقي فضلا، لانه هذه الغرف غرف حوار صوتي اسمه بالتوك. اوكي اهلا وسهلا في حضرتك استاذة كندا. طيب استاذ فادي كيفك؟ طمني عنك يا رب تكون بخير. طيب استاذ فادي بدي اسأل سؤال على سياق هذا الموضوع، أنا حطرح سؤال، أي الكتابين كرم المسيح عيسى ابن مريم؟ هل القرآن الكريم أم الكتاب المقدس؟ أي الكتابين كرم المسيح وأمه؟ هل هو القرآن الكريم أم الكتاب المقدس؟ تفضل مع حضرتك المايك. شكرا جزيلا لك. هذا الحكي مطاط، يعني أي الكتابين كرمه مطاط كثير، لأنه أنت بتحمل الكتاب المقدس وتفسره بطريقتك اللي بنعتبرها نحن خاطئة، فساعتها حتى تفسيرك الخاطئ، فأنا ما بعتبر أنه يجوز أنه نقارن هيك مقارنة، وأنا ما بصير أحمل القرآن الكريم وفسره تفسير خاطئ وقول لك القرآن الكريم ما كرم المسيح لأنه هيك مكتوب عنه. ف الفكرة أنه ما في معيار أنه تقلي أنه كرم أو ما كرم غير من تفسير كتاب الكتب المقدسة، يعني تقلي تفاسير القرآن كرمت النبي، يعني فهمكم القرآن كأس مسلمين كرم النبي أو كرم المسيح، وفهمنا للإنجيل كرم المسيح، هون بقى منقارن. أما تأخذ تفسيرك أنت تقلي لا أنا بدي أقراه، لو قعدنا نتحاور من هون لعشرين سنة ما بنوصل لحل. فأنا مستعد لك أنه حسب فهمنا نحن للإنجيل كرم
المسيح مكرم عنا أكثر. لكن حسب تفسيرك أنت وتقعد تقرأ الآية هي تقلي والله المسيح قال لم آتي لألقي سلاما بل سيفا، وتقلي السيف هون حرفي وتفهمها هيك، أكيد ما رح أقدر أتحاور معك بهالطريقة، لأنه ما في هذا مو ضابط، لأنه نحن ما نقول هالحكي. أنت عم تخاطب شخص آخر يؤمن بهذا التفسير مو أنا، يعني أنا فادي أنت من الكنيسة لا تؤمن بتفسير حضرتك للكتاب المقدس، وبالتالي مع أي جملة أحد يقولها، يعني اللي بيقول لا يحتاج تفسير هي جملة خلاص يعني يمل منا، يعني لا كل شيء بده تفسير. اسمحوا لي لكم يعني ما تستخفوا بعقولنا، ما في شيء كتاب لا ما في شيء لا إذا واحد بيقول الثاني كلمة بيفهموها 10 أشخاص كل واحد بشكل جملة، ها إذا بقول لك هلا جاي عن مايك 10 بيفهموه كل واحد شكل. فكل شيء بده تفسير وكل شيء بده فهم للمعنى. فإذا حسب فهمي للإنجيل المايك معك، بس الفهمي للإنجيل كرم المسيح بشكل كامل أكثر من أي مكان آخر. المايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ فادي، حيا الله أختنا كريمة. أي حياة. شوف يا عزيزي، يعني أنت قلت كلمة والنقيض تاعها تماما، قلت أنه المفاهيم مطاطة، لو قلنا جملة حيفهمها 10 بـ10 مفاهيم مختلفة، صح؟ هذا قولك. قلت المفاهيم متفاوتة ما بين الناس، وبالتالي إذا قلت جملة حيفهموها 10، طيب عظيم جدا. الآن سؤالي، هل المفسر هذا يقع عليه ما يقع علي وعليك من فهم، أم أنه المفسر مساق من الروح القدس؟ الذي يعني على سبيل المثال أنطونيوس فكري، مفسر من المفسرين المعتمدين للكتاب المقدس، هل أنطونيوس فكري هو إنسان بشر زيك، ولا أنطونيوس فكري مساق من الروح القدس؟ هل كتب بوحي وإلهام من الروح القدس تفسيره أنطونيوس فكري، ولا أنطونيوس فكري كتب بحسب فهمه هو؟ مفسرين الكتاب المقدس هل كتبوا التفسير بوحي وإلهام من الروح القدس؟ تفضل معك مايك اسمع منك. شكرا لك. انا ما بقول لك انه المفسر ما اخطا، ممكن مفسر يخطئ على الصعيد الشخصي، لكن انا عم بحكي على تفسير الاباء والتفسير الكنسي العام، العقائد الكنسيه اللي اقرتها الكنيسه، اللي هي تفسير الكتاب المقدس. العقائد المسيحيه اللي اقروها المسيحيين هي تفسير الكتاب المقدس. يعني لما الكنيسه بتقول لك الله ثالوث، فهو فسر الكتاب المقدس على انه الله ثالوث. لما الكنيسه بتقول لك اؤمن باله واحد او برب واحد يسوع المسيح، هذا تفسير الكتاب المقدس. العقائد المسيحيه اللي اقرت في المجامع المسكونيه هي تفسير الكتاب المقدس. ففي ضوء هذا التفسير انا بفهم الكتاب المقدس، لانه التفسير منه شيء واحد لقى كتاب بالطريق وفسره فهو حل لروح القدس فهو ازكى من غيره. لا، التفسير احنا استلمناه، التفسير شيء صار، الكتاب المقدس ما انكتب بعدين العالم اكتشفوه بعدين تعال نفسره، لا، الكتاب المقدس انكتب بضوء الحقيقة اللي بالكتاب المقدس معاشة كانت. لما كتب الكتاب المقدس فهمه كان موجود بين اللي استلموه، وبالتالي لما نحن جيل عن جيل عم نعيش هذا الفهم ونسلمه من الآباء اللي بعدهم، هذا الفهم لفهم الكتاب المقدس مستمر حتى يومنا هذا. نفس الفهم، فهم واحد، هو فهم الإيمان الواحد اللي حكى عنه الكتاب المقدس. أنا لا أضحك على حدا ولا شيء، نحن مستلمين هذا الشيء من آبائنا، تفسير الكتاب المقدس، مو شطارة يعني. المايك فري. طيب السلام عليكم، حاضر يا أخي الحبيب. سؤالي أستاذ فادي، هل من استلمت منه التفسير هو السؤال اللي أنت ما رديت عليه، هل كتب التفاسير سواء تفاسير المسكونية أو الآباء أيا كان اوكي، يعني هذا سؤال عابر استاذ فادي، ومش موضوع حواري معك، حيكون موضوع مختلف تمام، لكنه اللي كتب الاباء اللي استلمت منهم هذه التفاسير، هل كتبوا التفاسير هذه بوحي والهام من الروح القدس؟ هل التفاسير هذه ايا كان من المجامع المسكونيه، من اي كان، يعني انا بتكلم عن شخص، بتكلم عن تفاسير مستلمه، الذي كتب هذه التفاسير هل كتب بوحي والهام من الروح القدس؟ ها
معك مايك، ارفع ايدك يا ضيف واستنى لما يجي اعطيك اياه. طيب انا حاسمع من اخونا تقول استاذ بادي وبعدين حاعطيك ترد. انا حاسمع من اخونا تقول وبعدين حاعطيك ترد. اخونا تقول ما شاء الله بتكلم سنغافوري. يا لا تقول يا لا تفضل معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني معليش أستاذ فادي، أنا ممكن أني يعني أسألك سؤال كذا أنت فكر في السؤال هذا. يعني الإله الخالق كلامه الغاز، يعني مرسل الكلام هذا لهداية صفوة الناس ولا لهداية الناس كلهم؟ واضح لي لك سؤالي أستاذ فادي؟ هل الكتاب اللي يرسله الإله يكون واضح ولا يكون ملغز للناس كلها؟ خلاص المفروض إذن إنك معظم اللي تقرأ تفهمه، معظم اللي تقرأ تفهمه، فالإخوة الله يحفظهم بيجيبوا لك نصوص مباشرة واضحة تقول فسرتوها وما فسرتوها. أنت طيب اسمع أنت قل لنا أنت فهمت منها إيه. يعني يسوع قال أنا إنسان أتكلمكم بالحق الذي سمعه من الله، ما يصلح. طيب قبل لا تيجي التفاسير هذه يا فادي، قبل لا تنكتب التفاسير هذه، قبل أن تكتب هذه التفاسير، الناس كانوا في ضلال. أعتذر أنا عن الكلام هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم. طيب جميل، إذا عندك سؤالين أستاذ أستاذ فادي. الآن يعني سؤال أخونا تقول استكمال أيضا للسؤال، يعني سؤال وسؤال في سياق واحد. الآن اللي كتبوا هذه التفاسير أيا كانت الحقبة الزمنية اللي كتبت فيها، أنا لا أتكلم عن حقبة زمنية، الآن هل هؤلاء المفسرين كتبوا التفاسير بوحي وإلهام من الروح القدس، أم أنه يسري عليهم ما يسري علي من خطأ الترجيح، من غلب الظن خاطئة؟ ها هذا سؤالي. سؤالنا الاثنين تقريبا وجهين لنفس العملة. فضل معك المايك أسمع منك. طيب السلام عليكم. طيب ما فيش مشكلة، ما فيش، بما تكون جاهز أعطيني أي إشارة. طيب عندي شوية ضجة لا تروح. أوكي ما في مشكلة. أستاذة كندا ملقطة يا أخونا الدكتور محمد، طلبنا منها ما تعلق وعلقت، قلنا لها اجلسي واستمع الى ان تحضري المايك ويكون عندك فرصه تتكلمي، لانه لا نحاور تكست، حوار الغرفه في المايك. طيب الى ان تجهز صحيح يا وسبر، اكيد صحيح. طيب يا استاذ سقراط، ولا مش فاهم، مش عارف اقرا اسمك، وين النظاره مش معي. الاستاذ اللي رافع ايده اخر واحد موجود، الى ان يجهز الضيف، شو اسمه يا اخوه؟ هاي تو، تفضل معك المايك اسمع طرحك. هاي ازيكم، ابريشيت الفرصه عشان اسال السؤال ده. بصوا انا مسيحي، بس انا ما عنديش من لما بقارن في الاسلام بقارن الاسلام بالاسلام والمسيحيه بالمسيحيه. انا عندي سؤال بشوف لو اي حد ممكن يديني رد عليه، وما تاخدوش الكلام غلط الا يا ريت ما يحصلش، عشان بصوا انا بشوف الجمال في كل حاجه، الانسان نفسه بيدور على دينه. بس انا اسف انا مش بقرا العربي، بس الإنسان بيدور على دينه، الحركة نفسها عشان تدور على دينك وتصلي دي حاجة جميلة. السؤال شور، السؤال اللي معايا كده، أوكي،
لما في الحديث في حكاية الإزر والمعراض لما محمد راح للسماء احنا كلنا مسيحيين والمسلمين احنا ممكن كلنا نتفق ان اسلام ان ربنا you know في الاسلام والمسيحية you know he's all powerful يعني all قوي you know all knowing وما فيش اي حاجة هو خلقها ممكن يدي اللي خلقه advice يعني the creation cannot give the creator advice. So the question is في الاسرة والمعراج لما محمد راح السماء وروح لكل دور وتقابل في الآخر مع الله والله داله الصلاة وداله الخمسين الحكمة لخمسين صلاة في اليوم. طب السؤال لما نزل من 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 دورة الله وراح يمشي وقابل موسى موسى سأله إيه اللي حصل مع الله وهو قال له الله داني خمسين حكمة خمسين والصلاة في اليوم. موسى بعد كده قال له ما كانش قادر يعمل الخمسين. So السؤال وهو بيقول له لازم تروح تاني you know تجرب you know to lower. السؤال كده هو نزل كم مرة راح من 50 40 30 20 10 5 وكل مرة موسى بيقول لا لازم ترجع. السؤال ازاي موسى ينطق من بقه ان شعبه ما كانش قادر يعملها عشان كده لازم تروح لالله. تفتكر الله مش عارف كده؟ يعني الله لما عمل الحكمة كده ما كانش بيفكر في الموضوع ده؟ و you know انا كنت بسأل كم واحد كل حد بيديني رد مختلف بس عشان نمشي في المش مفيد لا يمكن نقول هو كان رحيم لما عمل كده عشان لو بنقول هو يعني في نفس الكلام بتقوله ما كانش رحيم لما ادى الحكمة من الاول. والتاني رد ودي الثانية ان الناس بيقولوا لا الله كان عارف هيرجع بس ده مش رد ده زي يعني لو هنقول كده هنقول يعني الرب كان عارف ايف هتاكل من التفاحة مش يعني هو ما كانش عارف بس مش يعني دي حاجة هو عايزها يعني مش عشان عارف هتحصل يعني هو موقف بيها. هذا ممكن يرد. Thank you. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ فادي بس نجاوب وحنرجع لك ما فيش مشكلة. عزيزي سؤالك باختصار حتى تأكد لي انه هذا هو السؤال. الان سؤالك انه في الاسراء والمعراج عندما عرج بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه الى سدرة المنتهى الى السماء والله عز وجل فرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة وهو نازل قبل موسى فقال له هذا يعني امتك لا تطيق ارجع فاسأل الله عز وجل التخفيف الى ان بقيت 5 صلوات. الان هل الله عندما فرض 50 الا يعلم ان امة محمد لا تطيق وان محمد سيرجع ويطلب حتى تنزل الى 5؟ طب ان كان الله يعلم ليه من البداية ما عملها 5؟ هذا سؤالك. يعني ليه الله بمعنى او باخر تريد ان تسأل انه ليه الله من البداية يعملها 50 وبعد هيك يرجع 40 30 5؟ ليه من البداية ما عملها 5؟ هذا هو. ازاي موسى says go back؟ الان انت بس افهم سؤالك، انت اعتراضك انه لماذا موسى يقول ارجع ولا اعتراضك لماذا الله عز وجل لم يفرضها 5 صلوات؟ ألم يكن no question. طيب ما لازم أفهم سؤالك، أنت قلت إنه لماذا الله لم يفرضها 5 من البداية؟ هذا سؤالك. وأترك الإجابة ل no problem. الله كان أقرب. إذن where's your question؟ how محمد go back؟ يعني مشكلتك حاضر أخي الحبيب، يعني مشكلتك لماذا محمد يرجع؟ هذه مشكلتك؟ طيب دكتور محمد تفضل بس فسر لي. أخونا كعب رفع إيده، أنا حاطيه بعدك. أخونا كعب بعد أخونا محمد، خذ المايك مباشرة ربي يحفظك. تفضل دكتور محمد معك المايك. طيب السلام عليكم. حبيت بس عشان تكون الإجابة واضحة،
اوضح ان انا فهمته من السؤال، وان شاء الله هو يصدق الكلام ده، وادي المايك لاخونا كعب ان شاء الله. يعني هو كان كل اعتراضه في قصه الاسراء والمعراج، اول حاجه اما الله عز وجل قال انها 50 صلاه، هو اعتراضه هنا كيف يعترض نبي الله موسى او يطلب ان النبي يعود الى الله. تمام، ده اول سؤال صح يا سيكولا، ان هو اول سؤال ازاي نبي الله موسى اساسا يعترض على قول الله عز وجل ويطلب ان يعود الى الله. ثاني حاجه تمام، هو نفس الحكايه اللي هو وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق ان سيدنا موسى اساسا يعترض او يقول ارجع الى الله واساله التخفيف. تمام، ده اول سؤال. ثاني سؤال بيقول ازاي يبقى سيدنا موسى عارف، ازاي يبقى سيدنا موسى عارف ان الامه لا تطيق هذا والله عز وجل مع ذلك يفرض 50 صلاة؟ يعني ازاي سيدنا موسى يعلم انه لا ان الامه لا تطيق ومع ذلك الله عز وجل فرض 50 صلاة؟ يعني الله عز وجل وحاشاه لم يكن يعلم ان الامه لا تطيق هذا؟ ده السؤالين بتوعه باختصار، واظن ان دوت ان شاء الله يكون واضح. اخونا فاروق اتفضل، اخونا الكريم كعب. تمام، ما هي دي نفس الحكايه زي ما انتوا بتذكروا، الله نيو الله عز وجل يعلم، لكن سيدنا موسى ازاي يعترض على امر الله عز وجل، او ازاي يعترض مثلا يقول ان امتك لا تطيق هذا والله شايف ان هي انهم يطيقون هذا وبالتالي فرض 50 صلاة. تمام، اتفضل اخونا كعب الاحبار، المايك معاك ان شاء الله. طيب السلام عليكم، الصوت كويس ان شاء الله؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. There are a problem, I'm sorry, because of connection in Baltok. تفضل عمي، تفضل. طبعا أمرا وأمرا وأمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت تمام. أنا ما أعرفش عندي مشكلة، المشكلة دي في البالتوك بس. طيب الله المستعان. طيب استاذ سيكولر، حضرتك يهودي في البدايه كده، حضرتك يهودي؟ حي الله الحبيب فوقش. طيب تمام، بص يا استاذنا الحبيب سيكولر، عامه يعني انا بس كان سؤال بس عارض. هو اولا موسى النبي لم يعارض امر الله عز وجل، موسى النبي لم يعارض امر الله عز وجل، بل جل ما في الامر ان سيدنا موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم محمد إني قد جربت الناس من قبلك وإن أمتك لن تطيق ذلك، فاذهب واسأل ربك التخفيف. فهمني يا أستاذ سيكولر، الفارق بين الاعتراض هو إيه اللي نو؟ عليكم السلام كده، هو إيه اللي نو يا فندم؟ طيب يعني ايوه، ما انا عارف ان هو مش يهودي. طب يعني انت ايه مشكلتك يعني؟ طب انا قلت لك يعني خلاص مش هتفرق معايا، يعني انا سالت بس انت يهودي ولا لا، بس هي دي القضيه. اها طيب، انا اظن ان انا الفصحى بتاعتي يعني انا شغال الفصحى بتاعتي كويسه يعني. انا بتكلم معك بالفصحى، يعني القضيه باختصار موسى عليه السلام، موسى النبي لم يعارض أمر الله عز وجل، بل كل ما فعله أنه قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إني قد جربت الناس من قبلك وإني أعلم أن أمتك لن تطيق، فاذهب واسأل ربك التخفيف. You understand me؟ فهمني يا أستاذنا؟ تمام.
الفارق بين المعارضة، الفارق بين المعارضة في أمر واضح، الله عز وجل قد يقول لك صلي، تقول له لا أنا مش هصلي، لن أصلي، دي المعارضة. ولكن لو طلبت من الله وقلت له يا رب تريد مني الصلاة فحسنا أفعل، ولكن ألا تخففها علي؟ فأنت رددت الأمر إلى صاحب الأمر. معايا أخي الحبيب سيكولر؟ معايا فندم؟ تمام. الأمر ده باختصار، لماذا كان هذا الأمر؟ أولا له عدة حكم، له عدة حكم أو له عدة لفتات جميلة. أولا أن صاحب الخبرة تؤخذ بخبرته في الحكم على الأشياء. يعني موسى عليه السلام لما قال لمحمد قال له إيه؟ إني قد جربت الناس من قبلك. موسى عليه السلام إحنا لا نجد نظير لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا موسى قريبا منه. موسى عانى مع الناس كما عانى محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك له خبرات كثيرة مع الناس، قعد كتير جدا مع ناس، صاحب شريعة أتى بها إلى قومه. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم استمع له وأخذ بنصيحته، والله عز وجل أثبت كرامة النبي إذ خفف عنه واتخذ كلامه وعمل مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في آخر الحديث يا أستاذنا الحبيب سيكيولر، الله عز وجل بيقول لمحمد إيه؟ لا غلط، غلط يا أستاذ سيكيولر. ليه؟ هقول لحضرتك، لحضرتك قراءة آخر الحديث هتفهم، تجد أن الله عز وجل في آخر الحديث، الله عز وجل في آخر الحديث بيقول قال هي عندي منذ خلقت السماوات والأرض خمس صلوات. خد بالك، هي عند الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض خمس صلوات. طيب طالما عارف بتسأل لي؟ ولكنهم في الأجر كخمسين صلاة. هو هي هيعيد الخمسة زي خمس كخمسين، كخمسين الكاف حرف جر. تمام؟ بالأجر، نعم، كخمسين صلاة في الأجر. كيلر، هي دي القضية باختصار. احنا عندنا ان الحسنات بتضاعف، الحسنة اقل شيء عندنا، الحسنة اقل شيء بعشرة، اقل شيء واحد لو تصدق مثلا بدولار واحد الله عز وجل يكتبها عندك عنده كعشر دولارات صدقة لله. فحين تأتي يوم القيامة I will explain المفروض the problem with your answer when mic free. Okay, no problem. طب اتفضل أخي الحبيب أستاذنا الفاروق، حضرتك المايك explain. طيب هو القضية باختصار عشان بس نلم المعلومة، الله عز وجل وضح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرتك بأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمين. ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان قد يسأل صاحب الشأن أن يخفف هذا الأمر عنه. فسأل الله عز وجل التخفيف وفق نصيحة أخوه موسى، أخوه موسى عليه السلام بحكم تجربته السابقة، بحكم تجربته السابقة مع البشر، وعلم أن الناس كثيرة التفلت عن طاعة الله عز وجل، الناس كثيرا ما تتفلت عن طاعة الله عز وجل ولا تريد أن تطيع الله عز وجل. فاسأل ربك التخفيف ولم يعارض، بل طلب التماس عند صاحب الشأن وألا هو الله عز وجل. فالله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخفف هذا الأمر إلى أن وصل إلى خمس صلوات. لا يا سيكيولر، الموضوع مش كده خالص، يعني ده حتى يعني الصلاة لو بقت صلاة فرض واحد يعني هتجد ناس لا تصلي أصلا، ستجد أناسا لا يصلون أصلا. طب تفضل مولانا حبيب الفاروق، مع حضرتك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حاضر، بس حياك الله دكتور أمادو. طبعا حسمع من أخونا
الحبيب وبعدين حعلق. اخونا مصطفى عمر تفضل معك المايك. يا ريت بس استاذ سيكيولر تركز معنا، لانه انا حاعطيك من اعتراضك يعني شيء واضح وشيء ملموس اللي يقنع العقل. تفضل اخونا مصطفى عمر معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت؟ عليكم ورحمه الله وبركاته. كده في صوت؟ حيا الله اخانا الكريم الدكتور امادو، حيا الله كريم. اول حاجه ده في اثبات لحرص سيدنا موسى عليه السلام على امه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص دي فائده في هذا الموقف. الفائده الثانيه اللي اخونا كعب قال لك عليها، اللي هو ان ان التجربه بتحكم، خلاص. الجزء الثالث اراده التخفيف من الله عز وجل. اخونا الفاروق بيقول لك يريد الله ان يخفف عنكم، دي فايده من الفوائد. الرابع تشريف النبي صلى الله عليه وسلم باقرار ما طلبه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فالله عز وجل يخفف، يبقى ده تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة المقام في الكلام مع الله عز وجل، بأن كل رجوع ما بين سيدنا موسى عليه السلام وبين الله عز وجل فيه كلام مع الله عز وجل، ومقام بين يدي الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فيه الإيمان بفريضة الله عز وجل على ما هي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آمن، خلاص، وآمن بها 45، وآمن بها 40، وآمن بها 35، وكل ده عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر موسى بأن الله فرض كذا، وموسى عليه السلام صدق، وهذا عمل صالح يرفع به درجته عليه السلام، خلاص. يبقى دي فوائد، دي كلها فوائد في الكلام. الله عز وجل يعلم، الله عز وجل يعلم انها ايه، انها ستثقل، وان موسى عليه السلام سيطلب التخفيف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل فرضها اولا، فده عمل ايه صالح من النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق بهذه الايه الفريضة اللي هي الايه 50، خلاص اقر هينزل بال50. سيدنا موسى عليه السلام تكريم جل له علينا ان هو يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه 50، وده عمل صالح من موسى عليه السلام وتصديق من موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم، واتباع من موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن ايه، لا تصدقن، ومن تصدق ان لم يلاص موسى عليه السلام صدق وعمل اساسه اساسه وابر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان من الله عز وجل. طيب ثواني رصر وارجع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ملك الحجاز، الله يحييك. طيب استاذ سيكولر معي؟ إذا معي أعطينا رقم واحد. طيب شوف، أنا مشان أريحك، إذا أنت تسأل، أنت بإيش تسأل؟ حضرتك تسأل بإيش؟ تسأل
الإسلام العظيم، الله يحييك. أنت تسأل في تعاليم الإسلام صح؟ عظيم جدا، لكنه أنت عشان تعرف على رأسي ما اختلفتش، لكنه أنت تسأل بالتشريع الإسلامي، إذن عليك أن تلتزم بالتشريع الإسلامي. لما أحاورك في معتقدك المسيحي علي أن ألتزم بمعتقدك المسيحي. معتقد الإسلامي يحيد جانبا بحواري معك. الآن أنت تسألني كيف لموسى يرد، أوكي؟ الآن أنا بجيب لك من القرآن، أنا بجيب لك من القرآن، ومطالب أنت بس. أوكي، فبس دقيقة أخونا الحبيب، دقيقة أخونا مصطفى، أنت يعني شوي إجابتك بعيدة عن سؤاله اللي هو سألها. الآن الله عز وجل، الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم في سورة النساء، نزلت لك الآية، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن التخفيف من الله عز وجل، أراد الله هذا. طيب الآن بذات المنطقة اللي أنت بتتكفل الآية 66، اسمع بذات الطريقة، doesn't need، هذا it's not your business، يعني هذا مش موضوعك، هذا مش شغلك. الله عز وجل في الإسلام، كوننا نتكلم في الإسلام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يحق لك أنت، الله عز وجل أوكي، هذا شأن الله يا أستاذي، هذا شأن الله. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم، كوننا نتكلم في القرآن نحتكم للقرآن، إن الحكم إلا لله. الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت ما ينفع تقول إزاي الله أو لي الله أو إكسبلين يا الله واي يدو ذات. الله عز وجل أمر بأمر، أوكي، وعاود وخفف. ايضا المسيح على فكره هذا كتابك مليان بالامور هذه، انا مش فاهم يعني ازاي محمد عن موسى، يعني وانا اقول لكم والان اقول لكم، كتابك مليان بهذه الامور، لكن ما يعنيني بالكتاب، انا بتكلم من الاسلام، من الاسلام. تعالوا نشوف الايه، سوره الانفال ايه 66، اسمع 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 اذا انت كنت تريد ان تعرف، اسمع. الله عز وجل يقول الآن خفف الله عنكم، طبعا هذا في الحرب، وعلم أن فيكم ضعفا. طب الله هو ربنا ما كانش يعلم؟ شوف هذا بذات المنطق اللي أنت بتتكلم فيه. الآن خفف الله عنكم، اللي هي الآية، إن يكون منكم 100 صابرون يغلبون 1000. الآن الله عز وجل رجع وقال نزلنا الله 65. شوف أوريك أنه مفهومك خاطئ، مقياسك العقلي مقياس محدود ولا يمكن أن تفهم عزيزي القرآن الكريم. واو أو لو حرجع لك لكتابك المقدس يا أستاذ وحاعطيك أشياء مش هتعرف تلاقي لها أي إجابة. أنا بتكلم معك بأدلة من القرآن الكريم، من الكتاب، من مصادر التشريع. أنت تفتقر إلى أن تأتيني بأي دليل على إيمانك؟ يعني أنت بتطرح سؤال وحقك تسأل، وأنا أتيك بأدلة من القرآن، من المصدر الأول، من الإسلامية القرآن الكريم. أنت إنسانك في معتقدك مش هتلاقي أي إجابة عندك إلا أنه رمز، واقبل الرب بقلبك إجمالا. اسمع اسمع الآن، الآن ماذا يقول الله؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرين يغلب 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يعلمون. هذا تشريع الله، قال إنه إن يكن منا 20 يغلب 200، وإن يكن منا 1000 عفوا 100 يغلب 1000. شوف الآية اللي بعدها، ها؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طب يعني ربنا ما كانش يعلم أن فيهم ضعفا؟ ها، ما انا بجاوبك على your question. Now I'm answering your question. بس انت if انت interested about your question you must listen.
إذا أنت مهتم بالإجابة على سؤالك يجب أن تعلم نفسك أن تسمع. أنت لك وذان, you have two ear and one thing go, you must more than you talking, بس أنت قاعد تتكلم بس. أوكي دقيقة بس أخواني الحبيب ملك الحجاز, لأنه طرح سؤال بس خلنا نجاوب عليه. سؤاله بإيجاز كونك داخل جديد, يقول لك في الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام, الله عز وجل عندما فرض 50 صلاة وهو نازل موسى عليه, وهو نازل محمد صلوات ربي وسلامه عليه قبل موسى عليه السلام, فقال له بماذا أمرك ربك؟ قال له ب50 صلاة. قال له ارجع فإن أمتك لا تطيق. وبقي سيدنا محمد يصعد وينزل ما بين موسى والله عز وجل إلى أن بقيت على 5. يقول لك إزاي موسى يقول لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه ارجع, ولماذا الله يفرضها 50 وبعد ذلك ألم يكن يعلم, يعني الله لم يكن يعلم أن أمة محمد لا تطيق؟ الحبيب حاضر بس دقيقة أنهي نقطتي, لأني يعني أنا قدمتك على نفسي قلت لكنه انقطعت وبدأت في النقطة, بس خلني أنهي وأعطيك. يعني لما انطلبت مداخل أخونا مصطفى قدمتك عن نفسي تمام, أنهي نقطتي حتى ما نشتت الموضوع. الآن أرجع للآية 66 بذات منظورك اللي أنت بتتكلم فيه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طب هل الله لم يكن يعلم قبل أن يخفف أن فيهم ضعفا, ولا سبق في علمه ما كان وما سيكون؟ ها هذا بذات يعني هذه الآية بذات النقطة اللي أنت بتتكلم فيها. الله خفف عن المؤمنين وعلم, طب ألم يكن يعلم قبل أن يخفف؟ بحاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا أستاذ, بحسب مفهومك المحدود لم يكن يعلم, لأنك لا تعلم شيء عن القرآن, لا تعلم ما هي المعرفة أو العلم الموجود بحق الله حق البشر. حضرتك لأنك غير مطلع وغير ملم, حضرتك لكونك أستاذ فادي غير ملم عن القرآن. يعني دائما عندما نتكلم أستاذ فادي في الإسلام نحيد مفهومنا المسيحي جانبا, زي ما عندما نحاوركم في المسيحية نحاول نحيد مفهومنا الإسلامي تمام. طيب الآن عودا حميدا. طيب خلينا نسمع. عليكم السلام حياك الله شيخنا أسد. خلينا نسمع بس رد الضيف وبعدين بعطيك أخونا مصطفى. تفضل يا أستاذ سيكولار, معك المايك أسمع منك. هذا إذا كنت تسأل من منظور إسلامي أجبناك من منظور إسلامي وبأدلة من القرآن الكريم. تفضل أسمع ردك وتعقيبك. اوكي حبيبي, انا ما اعرفش ليه في انت بتزود الكلام وبتقول مش بتعلم وحاجات حاجات كده, يو فيري اجريسيف من غير سبب. عارف لو في رد سهل يعني هتديني رد, لو ما فيش رد سهل هتتكلم في مليون حاجه بس مش هترد على السؤال. انت ممكن تقرا الحديث كله بس مش ده مش هيجاوب على السؤال حبيبي. عارف اي حد ممكن يطلع ويقرا ويقول بص هنا وبص هنا, لا لازم نفهم الكلام على بعضه. يعني انا مش بتكلم وحش الاسلام زي انت بتتكلم زي انا بتكلم وحش الاسلام. انا ما عندي مشكله في الاسلام, كل حد بيدور على ربه دي حاجه جميله, بس لازم نبص على الكلام. لو احنا مش هنبص على الكلام يعني احنا مش بنشوف, احنا عميين. عارف لو انت مسلم عشان تولد في عائله مسلم, وانا مسيحي عشان نفس الحاجه. انا مش بقارن المسيحيه بالاسلام, لازم نقارن بالفكر نفسها. والفكرة نفسها ان الله عارف كل حاجة, والله مش بيعمل حاجة بس عشان يلعب معنا, والله مش بيعمل حاجة ومستني, والله مش عشان عارف حاجة وحاجة وحشة هتحصل مش يعني دي حاجة عايزها تحصل. اوكي سو لما نقول رحيم عشان وطل الكلام ده, الكلام ده حتى مش مفيد بالكلام نفسه. يعني لا يمكن نقول هو رحيم لما وطاها, عشان في نفس الكلام لازم تقوله هو مش رحيم لما أدى 50 حتى لو مش هتقوله الكلام ده. يعني لا يمكن انا اكون لو رحت قدام, يعني لا يمكن انت تقول ما تقدرش تقول انت جيت من ورا. لا, لو انا رحت قدام يعني في ورا,
سو لما يقولوا رحيم لما وطى مش يعني رحيم مش لا يمكن تقولوا ما كانش رحيم لما ادى النمره يعني. والكلام فوق الكلام ده لما الله بيقول حاجه الله عنده كل الفاكتورز اللي انتوا بتكلموا عليه دلوقتي. لما لو الله قال لي دلوقتي لو انا رحت لله وقال لي خد سكينه وقطع عينك مليون مره ده هيبسطني انا ده هيوجعني بس ده حاجه الله عايزها سو هتفرحني. سو لو احنا في الاسلام بنقول ولو انتوا في الاسلام بتقولوا ان الدنيا دي بس تيست يعني دي فرصه احنا نوري الاليجنس وال فولوينج اوف جاد يعني لا يمكن انتوا تقولوا الخمسين كتير عشان في امه في عملاء دلوقتي اليوم كله بيصلوا وفي تانيين مش بيصلوا خالص. يعني مين هو كان رحيم ليه؟ كان رحيم للناس اللي بيصلوا اليوم كله وشيخ ولا رحيم للراجل اللي مش اسلامي؟ رحيم لمين؟ سو لا يمكن نستخدم الكلام ده. والسؤال تاني لما احنا بنتكلم على السؤال في الحديث مش يعني طيب السلام لو سمحت يعني انظر للتكست يعني طلبت من حضرتك المايك يعني مرارا وتكرارا وحضرتك مش منتبه. انظر للتكست اوكي ما في مشكله. اهلا وسهلا فيك مشان هيك بلفت نظرك حضرتك انظر للتكست من فضلك. شوف يا عزيزي الان انت بتسال في الاسلام برجع بعيد عليكم السلام حياك الله اخونا فوز برجع بعيد لك النقطه كونك تسال في الاسلام تلتزم بما جاء به الاسلام بضوابط الاسلام زي ما انا لما احاورك في المسيحيه بلتزم بضوابط الكتاب المقدس ما اجيب لك من القران واقول لك هذا. الان انت تسال عن الله عز وجل ولماذا موسى يقول لمحمد صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا انه ارجع الى الله؟ طب الله لم يكن يعلم انه قوم محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن هو مسيحي لم يكن يعلم الله انهم لا يطيقون الخمسين وموسى علم وارسلوا الى الله وقالوا ارجع اسأل ربك التخفيف. الان لماذا الله فرض لا يحق لك ان تسأل لماذا لا يحق لك؟ لانه عندي نص بالقرآن الكريم يقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يحق لي ان اعترض. ليه؟ لانه الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. الله عز وجل ايضا في القرآن يقول ان الحكم الا لله. اذا عزيزي ليه الله ما بيطلع لك تسأل لي الله؟ لست انت بمقام ان تحاسب الله على فعل فعل الله. هذه اول واحدة. اوكي النقطة الثانية اللي حضرتك بتتطرق فيها فين الاشكالية عندك ان الله خفف؟ الله امر محمد صلوات ربي وسلامه عليه واطاع وعليه نبينا افضل الصلاة والسلام لتجارب السابقة مع القوم مع بني اسرائيل اللي كتابك وصفهم غليظي القلب له تجارب. اثنين موسى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم اسأل الله ما قال له هاي بتكلم فيه ما قال له اذهب واعترض على الله. لم يقل اذهب واعترض على الله قال له اذهب واسأل ربك التخفيف. الآن لماذا موسى يتدخل أو موسى لم يرفض أمر الله ولا محمد؟ هذه إجابة اللي أجبناك إياها بأدلة من القرآن الكريم من الأحاديث النبوية أدلة ثابتة أدلة واضحة. بالمقابل لو جيت سألتك سؤال واحد قلت لك هل يسوع قال أنه الله؟ هتبدأ تضرب أخماس بأسداس، هتبدأ تطلع على السطح وتنزل في البدروم تحت، مش هتلاقي إجابة. شوف سؤالك اللي سألته أنا أعطيتك عليه إجابة واضحة من المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم، وقلت لك أنه الله عز وجل أمر وسقت لك آية كريمة. Another question no. وأنا أسألك سؤال صح، هذا هو العدل. You give me another question. I ask my Muslim and always different answer. والله حاضر اخي الحبيب، يعني انت بدك اجابه مقاس 25 ب 36 اجابه تطابق القالب اللي بدماغك؟ لا ما فيش، شكرا. الاجابه من قول الله عز وجل. انت
عاوز إجابة بمقاسك بمفهومك المسيحي ولا ما عناش ما عناش. أوكي سألت سؤال وأجبتك أنا من منظور إسلامي وبأدلة من كتاب الله عز وجل. ما عناش والله إحنا إجابات مقاس طول في عرض ما عنا الآن. وبرضو بنفس الوقت ما عنا في الإسلام توكل على الرب بكل قلبك وعلى الكلام مع الأسف يعني. بالتالي اقتنعت في هذه الإجابة أهلا وسهلا. ما اقتنعت هذا شأنك. أنا أكلمك بأدلة أنا أكلمك بأدلة. أوكي الآن أنا فهم آخر أنا فهمك كلامك غير صحيح والمستمع يحكم أن كلامك غير صحيح لأن سؤالك كيف لموسى بعد أن الله عز وجل أمر محمد صلوات ربي وسلامه عليه بخمسين صلاة ونزل محمد كيف لموسى أن يرد محمد ويقول له ارجع واسأل ربك التخفيف وليه الله من البداية ما خفف هو ما كانش يعلم. أجبناك أدلة من القرآن الكريم. إذا أنت تقتنع لا تقتنع هذا شأنك عزيزي هذا شأنك لكن أنا أجبتك إجابة بالصميم. أوكي في أمان الله. أستاذ فادي معنا أستاذ فادي معنا يا إخوة هو داخل عاوز مقاس معين للإجابة عنده قالب عاوز تملله هذا القالب في إجابة على مقاسه. طيب أستاذ فادي خليك معنا نأخذ مداخلات الإخوة وإذا عندك تعليق على الإجابة على سؤال الضيف اللي خرج أهلا وسهلا فيك. طيب اتفضل أخونا مين اللي كان أخونا مصطفى تفضل معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا فاروق يعني هو مركزش في الإجابة اللي أنا قلتها له. هو بقول لك موسى عليه السلام اعترض وأنا بقول له موسى عليه السلام آمن بفرض الخمسين. هو لما سأل التخفيف هو سؤاله التخفيف ده مش هو نفسه إيمان بفرضية الخمسين واضح؟ سيدنا موسى عليه السلام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له دول خمسين لما يقول له اسأل ربك التخفيف هل معناه ان ده رد للخمسين ولا ده معناه الإيمان بفرضية الخمسين وسؤال التخفيف والتخفيف ده يرجع إلى الله؟ يعني سيدنا موسى عليه السلام فضل مؤمن بأن هم خمسين صلاة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بإيه؟ 40 فحصل عنده إيه؟ إيمان بالخمسين وده عمل صالح خلاص؟ وده عمل صالح وتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا مالنا بكتابه دلوقتي. طيب ماشي تفضل اخوانا فاروق المكان. طيب السلام عليكم. بس توضيح للاخوة اللي معانا الله يحفظكم. توضيح للاخوة اللي معانا. الاخوة دخلت جديد. لا تعلموا سياق الحوار اللي تم قبل دخولكم. يا اخوة يا افاضل. يعني الاخوة يندفعوا سبحان الله العظيم وتأخذهم الحمية للاجابة. Okay. If you ask any question, I will read it to you. I will dot you direct. Because you ask me, I must ask you. Okay. يا أخوة قولك حبيب مصطفى أخونا الحبيب ملك الحجاز أجابوه باستفاضة. Okay. فبالتالي الأستاذ المحترم ما عنده هو مش داخل يسأل مشان يعرف إجابة. هو داخل عنده في دماغه قالب معين بده إجابة بمقاس طول بعرض. فالله يحفظكم لا تأخذكم الحمية والاستعجال لأنه تم الإجابة عليه باستفاضة. مداخلة أخونا مصطفى مداخلة طيبة. أخونا كعب تماما كوبي بيست أجابها. والأخ لا تقول أجاب والإخوة كلهم أجابوا. لكن هو مع كل احترامي للشخص هو مش داخل يسأل من أجل المعرفة. هو لأنه بداية كلامه قال أنا مستعد
أنسى في الإسلام بخمس دقائق، هل هذا إنسان داخلي يسأل من أجل المعرفة؟ سؤال، هل هذا إنسان داخلي يسأل من أجل المعرفة؟ مع هذا قلنا له أهلا وسهلا فيك اسأل، لكنه ما عندوش حاجة يسألها. لما أجبنا إجابة بأدلة شرعية، بالتالي أنا مستعد أسأله سؤال واحد، هو وكل مسيحيين الأرض بأدلة، أوكي بأدلة، حاضر أخونا الحبيب، هو وكل مسيحيين الأرض يجاوبوا على هذا السؤال بأدلة من الكتاب؟ ما فيش. الآن أين قال المسيح أنه هو الله بشكل مباشر زي ما أنا أعطيتك آيات المائدة 66 بشكل مباشر، آيات كثيرة، هل تستطيع تجيبني على هذا السؤال؟ هل تستطيع تجيبني؟ هتقول ليس أحد طلع من السماء ونزل إلا ابن الإنسان، أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب في من مش عارف، ما في إجابة، ما في إجابة، ما عندك شور؟ طب تفضل معاك المايك، ممكن تجاوبني أين طلب المسيح العبادة؟ أين قال لك المسيح أنه هو الله بشكل علني؟ المسيح قال أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت في كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. إذا تعاليم المسيح كانت جلية واضحة بشكل علني. اتفضل معاك المسيح، المسيح قال لك أنه إنسان وابن إنسان، أين قال المسيح أنه الله؟ تفضل مع حضرتك المايك أسمع منك. أوكي عشان الوضع السؤال ده أسألكم حاجة، دلوقتي عندكم عيسى، طب لو جيسوس ده مش لو بس إنسان، المسيحيين في الوقت ده اللي جابوا سيرة جيسوس وانتوا بتسموه عيسى، سو لو كلمتنا ما عندوش اي ما عندهوش اي في مش مفيده خالص، يعني ليه استخدمتوا اسمه وعملتوا عيسى؟ يعني حتى لو كلامنا غلط احنا اللي في الاول بالكلام، احنا اللي في الاول اللي جبنا سيرته، احنا لو في الاول جبنا اي حاجه عليه، انتوا خدتوا الكلام بعد كده وقلتوا لا هو مش كده، بس مش مشكله تقولوا كده زي ما انتوا عايزين، بس انتوا اللي جبتوا احنا اللي جبنا اسم الجين انتوا تسموه عيسى. يعني لو حد دلوقتي عمل دين تاني على محمد لا يمكن الدين الجديد يقول لا الدين اللي قبليها غلط، انتوا اللي جبتوا سيره محمد، يعني اللي جاب سيرته في الاول يعرف اكتر عليه. يعني انتوا لو بتقولوا احنا كلام فاضي واحنا مش صح. السلام عليكم، السلام عليكم، انسر ماي كويستشن دايركت، هل عيسى اله لانه احنا هم قالوا عيسى بالاول وبعدين احنا جينا وراهم وقلنا عيسى لهذا قلها المسيح؟ يعني بدي اجابه مباشره. انا شفت اخونا فوكس، عاد اخونا فوكس، اخونا فوكس عد، طب إذا ترجع لك إدارتك الله يحفظك. حاضر أخونا الشيخ زاد، بس هي الإدارة أصلا كانت مع أخونا فوكس. حاضر أعطيك، رجع الإدارة إله لأنه أستأذن. أرجو بس يا إخوة الله يحفظكم ما نكون يعني كورة نتشاط فيها يمين وشمال. الرجل المحترم اللي معنا مش داخل يسأل، لا تأخذكم الحمية في انه انا حوضح وحجاوب وحجاوب، حيبدا ياخذكم من سؤال لسؤال 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 لسؤال، وبالتالي كل اجابه حتجاوبوها بادله حيقول لك انا مش مقتنع. هذا شانك، هذا شانك، انت مطلوب مني ان اجاوبك بادله، اجبتك بدليل، اسالك سؤال. اوكي جود باي، واي؟ بيكوز يو ار فيري ويك، because you are very weak, because you are، يعني ما بديش استخدم مصطلحات. وين بنقدس الرب الاله؟ وين اكرز بالكلمه واقف عليها في وقت مناسب وغير مناسب؟ لماذا تنكر الرب يسوع وتفر هاربا؟ ها شفت، شفت انك انسان ما عندك شيء تقوله، شفت انك لا تريد حق ولا تعرف شيء عن المسيح. يعني سالتك سؤال واحد، أين المسيح قال أنك إله؟ قلت ما فيش. انتظر بالله يا شيخنا الله يحفظك، كان لا يستحق والله أن نجيبه وننهك أنفسنا في إجابة إنسان لا يريد معرفة حق. أوكي؟ يعني سؤال واحد في كتابه هرب منه ما عنده إجابة،
بيقول لك المسيح إله، لأنه إحنا قلنا المسيح قبلكم وإنتوا أخذتوا المسيح من عندنا، هل هذا إجابة؟ طيب أخونا فوكس موجود؟ أخونا فوكس موجود؟ يواز أنسر إنه أنتوا أخي تفضل أخي تعود لك الإدارة وخير الله يحفظك، تفضل معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوة؟ حيا الله أخونا السلفي مصطفى وجميع الإخوة والأخوات. طبعا يا شيخنا أسد أنا عديك المايك على طول طبعا على دماغي والله، بس أنا عايز أعرف حاجة، هو الضيف موجود؟ أيوة يا كعب كلامك ظاهر، كلامك ظاهر يا كعب. طيب إيه أصلا مش عارف أقرأ الاسم بصراحة، اسمه ايه الضيف يا جهاد تقول لي بالعربي؟ حيا الله جميع الاخوه والاخوات، حيا الله دكتور جمال. ف اسمه ايه؟ سي كيو لار سي كيو. طب استاذ سي كيو انا ملاحظ حضرتك متعصب قوي، انا ملاحظ ان في تنشن شويه. طيب طب ايه رايك ما نتكلم بعقل كده وبهدوء؟ مش عارف انا حاسس كده ان طريقه كلامك فيها نوع من العصبيه، يعني غريبه شويه يعني. طب بالنسبه يا استاذ سيكيو، استاذ سيكيو انت حضرتك بتقول ان احنا قلنا عن المسيح، قلت لاخونا الفاروق احنا قلنا عن المسيح حاجات واحنا المصدر الثاني، المفروض حضرتك المصدر الاول واحنا المصدر الثاني، اللي قلنا المسيح رسول لكن انتوا المصدر الاول، يعني انتوا المفروض تكونوا اصدق، صح كده؟ يعني انتوا المفروض تكونوا أصدق. طيب ممكن تطلع لي يسوع من التوراه بما ان اليهود قبلك وقبلي، ممكن تطلع لي يسوع؟ ممكن تطلع لي الاسم ده من التوراه؟ ها ممكن لو جاز حضرتك ارفع ايدك وخد المايك. اتفضل خد المايك، بس عايز بص عايز كده عايز تطلع لي اسم يسوع كده، مسيح مسيا اسمه يسوع بشرت بيه التوراة، تمام؟ يعني واضح وصريح، مش عايز لف ودوران، عايز نص كده صريح بيقول ان في شخص سيأتي في زمان معين اسمه يسوع وهو المسيح. طلع لي الكلام ده من التوراة، اسمعك وبعد كده ان شاء الله ندي الشيخ اسد يحاورك ان شاء الله، يعني فيش مشكلة. تفضل يا استاذ معك المايك. السلام عليكم. ثواني الله يحفظكم، معلش سامحوني على العجلة ولكن للأمر. أنت مش محتاجه يجيب لك يا أستاذ، هو الآن حكم ووضع قاعدة. يا أستاذ سيكيولر جهاد سمعني، أنت وضعت قاعدة إن أنت طالما قبلينا يبقى أنت صح، تمام؟ كويس؟ ها سمعني يا استاذ، انت قبلينا يبقى انت صح، ممتاز، هتقبل بهذه القاعدة. انا خلي بالك انا لسه داخل وما سمعتش كلامك، ماشي؟ لا بس اسمعني انت حكمت بهذه القاعدة. طيب بناء على هذه القاعدة مين اصح، انت ولا اليهود؟ بناء على قاعدتك اللي انت قررتها، اذا اليهود لا اليهود قبلك والمسيح جاء في اليهود والمسيح يهودي والمسيح جاء على شريعة موسى على الناموس، فاليهود أصدق منك فيه. أنت الآن تحكم أن يسوع ابن زنا لأن اليهود يقولون أنه ابن زنا، فهم أصدق منك لأنهم قبلك، ولا أنت بتاخد خيار وفقوس تقول لي أنا قبل منك فأنا الصح، ولما أسألك اليهود تقول لي أنا برضو الصح؟ ما ينفعش، أنت حكمت من حيث لا تدري الآن. لا أنت اللي مش فاهم، أنا فاهمك كويس عشان كده كنت بطالب الإخوة دوني المايك بعد إذنهم. لا أنا فاهمك كويس والله، أنت حكمت أن اللي سابق هو صح وأنا بحكمك للقاعدة، اليهود أسبق منك إذن اليهود أصح منك. ماذا يقول اليهود في يسوع ابن زنا؟ هكذا انت حكمت، انتهت المساله. انا مش هقول زي فوكس هات لي المسيح من لا اليهود بيقولوا ايه عليه،
لان الاستاذ الان قال لك بالاسبقيه، فاهم انت اللي سبق كان النبأ يسوعك في كلام اليهود يا استاذ ابن زنا من اشر الخلق. تفضل معاك المايك، وبعد اذن الاخوه خلوا معاه خليه يحاور في الاسلام او المسيحيه والحوار يبقى مفتوح. اتفضل معاك المايك يا استاذ. السلام عليكم. في صوت؟ السلام عليكم. أول شيء كل حال جميعا ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية ويقويكم. I was on mic sorry، كنت رافع يد ما كان في أحد في المايك. بس بقول لك كلمتين رجوع على موضوعك الأول، موضوع موسى. أنت زعلان من أنه ليش موسى قال له أرجع؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع اسأل ربي انه يخفف عننا، ولا ايش كان سؤالك؟ بس اكتب لي يسألنا. طيب الحين موسى ما كان نبي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لحظة نتحاور شوي. ما شاء الله الاخوان مرة متحمسين مرة كندكت. لحظة. طيب حلو الحين شوي جاوب على سؤالي. موسى ما كان نبي رسول قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ اوكي طيب. ما عنده خبرة مع بني اسرائيل لما كان نبي عليهم؟ حلو. الحين جالس يبغى يساعد الرسول في رسالته، يبي يعني يكون له جزء في رسالة محمد. طيب ترى شوي. طيب وكفارة، والله العالم كله قاعد تكتب. فيبغى يساعد الرسول، قال شعبك لا يطيق، قومك لا يقد طوقه هذا 50 صلاة. أوكي الفكرة مو بخمسين صلاة، مليون صلاة، تريليون صلاة. الفكرة أنه أطلب من الران يخفف عليكم، بس التخفيف عرفت؟ صحيح البوينت نت نمبرز صحيح. طيب حلو، روح أطلب من الله مو أؤمر الله. طيب السلام عليكم حضارك، في صوت يا إخوة؟ هل يوجد صوت؟ نسمعني اكتب واحد. يا اخي انا مش بطلب المايك يا اخي الحجاز، انا بطلب حضرتك المايك. انت حضرتك مش اخد بالك من التكست؟ حضرتك مش اخد بالك من التكست يا اخي؟ ما حدش يا جماعه يعمل جامب، ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، ما حدش يعمل جامب. لا خليك مركز معايا انا احسن، خليك مركز مع مدير الحوار لو سمحت يعني. تمام. بالنسبة للأستاذ سيكيو، يا أستاذ سيكيو حضرتك خد المايك. طلبت من حضرتك، أنا سألت حضرتك سؤال، هل في التوراة نص بيتكلم عن يسوع ذكر اسمه فيه؟ بما أن اليهود قبل منها حضرتك، ممكن سيادتك تاخد بقى المايك. طيب اتفضل معك المايك وجاوبني. معك المايك. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مش قلنا يا جماعة بلاش جامب يا جماعة احنا مش قلنا بلاش جامب كده، مش هينفع والله الموضوع ده يا جماعة. اللي عامل جامب والله تبقى مشكلة، هيطرد والله من الغرفة اللي عامل جامب. محدش يا جماعة لو سمحتم يعمل جامب. انا اديت المايك للأستاذ سيكيو، سامعني يا أستاذ سيكيو؟ لو سمعني اكتب لي واحد.
انا حاسس ان في مشكله النهارده عامه في البلتوك، يعني انا حاسس في مشكله في النت وفي بلتوك الاثنين يعني، فاتمنى بس الاخوه يكونوا متابعين معايا، اللي سامعني يكتب لي واحد. طيب يا محمد، اخونا محمد ليه بس نقط الغرفه؟ ليه نقط الغرفه يا محمد؟ ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، شيل النقطه يا اخونا محمد لو سمحت، شيل النقطه، شيل التنقيط، لا شيل بس التنقيط، في شيل التنقيط، مفيش حد داخل هجوم ولا حاجه، هو في مشكله في البلتوك، مفيش هجوم ولا حاجه، هو في مشكله، في مشكله في البلتوك، في تاخير عند ناس كده يعني، فشيل النقطه من على الناس، شيل النقطه من على الناس كلها، تمام؟ ما تقلقش مش هيحصل حاجه يعني، شيل النقطه، شيل التنقيط اخونا محمد لو سمح، وارجو من الاستاذ كيو يرفع ايده عشان اديله المايك ويجاوبني على سؤالي عشان بقى يعني نخلص الموضوع ده، تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش المايك سقط منك وعمنا خرج من الروم اصلا. واو واو واو، هذا اللي انت تعلمته، هذا اللي انت تعلمته من الانجليزي ودوه رحت امريكا صرت تقول واو واو واو. This is what you have learned from USA. واو 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 واو. تفضل عمي الفاروق. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بس بدي الاخوه يعني يعرفوا انه البني ادم يعني بيبين من منطوقه، يعني هذا الاستاذ مش داخل يسال يا اخوه، مش يعني سالنا سؤال في الاسلام لابد من الحق انه يا اخي شفت ليش ما حبيت اعطيك مداخله، لانه انسان مش داخل يسال، انسان يا ريت لو فادي معانا بس كونه اخوه في المعموديه. طبعا هو في احدى الغرف قال انا قال انه هو ملحد بالمناسبه يعني، بس ما مش موضوعي الان. سؤالي اين قال المسيح انه الله؟ عندك اجابه يا ضيف يا واو؟ بدي اجابه واو منك، في عندك اجابه واو؟ حتى هيك عن جد كلنا نقول واو. You trying to answer. ها؟ طيب be strong and take the mic and answer all the Muslims. ها؟ هو ال واو مسيو واو اللي هو سيكيولر. عندك إجابة يا سيكيولر؟ عندك إجابة؟ هل المسيح طلب منك العبادة؟ من فين حضرتك جبت؟ طيب تفضل أخونا بس فوكس دقيقة واحدة بس بعد إذنك، تفضل مع حضرتك المايك أعطيني إجابة، أين قال المسيح أنه الله؟ ممكن تعطيني نص من الكتاب المقدس؟ تفضل معاك المايك. سكيولر جو هيد، موجود سكيولر؟ سامعني لا تعمل جامب يا ام تراينج. اوكي تفضل معاك المايك جو هيد. Can you hear me? اوكي سو في الاول الفاروق ده انا هرد على كل حد تاني اللي ابتدى اللي بيسالني فوكس. والثاني في الاول كلمه المسيح في كلمه يسوع، كلمه يسوع نفسها زي هيبرو وورد. اوكي دي نمره واحده. الاولد تيستمنت مش بتدور على 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 نقول الراجل ده اسمه ايه، ده مش الموضوع. المشكله مع اليهود
والمسيحيين مش الكلام. الكلام ما فيش مشكلة في الكلام. وعلى فكرة يسوع في كتير قوي في ماثيو المشكلة مش الكلام، كلنا بنتفق على كلام اليهود بس بيدوروا على حاجات احنا مش يا باشا انا ماليش علاقة باليهود. انا سألتك سؤال واضح، اعطيني من الكتاب المقدس الرب يقول في رومية 10:17 اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الان سؤالي إليك أين أجد في كلمة الله أن المسيح قال أنا الله الظاهر بالجسد؟ أين أجد في كلمة الله أن المسيح قال أنه الأقنوم الثاني من الثالوث؟ فين أجد هذا الكلام؟ فين قال أنه الله؟ تفضل معك المايك دايركت أنسر بليز. يا سكيولر اخذنا وضعيه الميت. هلو هاي هاو ار يو، يلا مايك زيورز تفضل. مايك زيورز انا يعني كان الاولى فيك بدل ما تعمل سكيولر جهاد تكتب اقتلوا للهلاك، يعني اسم رائع جدا، يعني أكون اسم مقتبس من كتابك. حتى الرب يباركك ويعطيك الحكمة عند انفتاح الفم. يعني لو كتبت اسم اقتلوا للهلاك كان هيكون اسم أكثر رومانسية. تفضل يا سكيولر معك المايك أسمع منك. Can you hear me? Can anybody hear me? اوكي الفاروق انت you very disrespectful. عايز اقول لك حاجه، انت هتقطعني في ثانيه بس انا عندي اكتر education في دوافري من ابوك وامك على بعضه. اوكي okay. ومحمد مش رسول. اوكي okay. محمد مش حتى صرصار. اوكي okay. اقرا السيره بتاعته. يا ابن المتعوجه المتمرده، يا ابن من فرجت رجليها لكل عابر، لما تتكلم تمام. عرفتوا هذا مين؟ بالتالي يعني مش فاهم احنا نضيع وقتنا مع ناس بهذه هذه هي المحبة في المسيحية. أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا من أجل الذين يبغضونكم ويسيئون إليكم. هذه هي المحبة. يعني إذا بتلاحظوا يعني على تداور الضيوف اللي بيدخلوا الكثير مش الكل يعني الغالبية، هذه هي المحبة في المسيحية، هذه الوجه الحقيقي للمسيحية، هذا هو الوجه الحقيقي. أستاذ فادي معنا، هنا فوكس موجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا فوكس موجود؟ طيب أستاذ فادي معنا، يا ريت نركز مع الأستاذ فادي. وهذه الأشكال شفت أستاذ فادي المحبة، شفت انه لا احد يقيم تعاليم الرب في حياته ولا في تعامله. لاحظ، احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا من اجل الذين يبغضونكم، حي الله اخت شمس الحق، لانه هكذا حب الله. فين المحبه؟ مين اللي بيشتم؟ فين؟ انا بسالك سؤال، سالنا سؤال وبكل احترام اجبناه بادله من القران الكريم، تمام. انا لما سب اهلي اللي اسمك سلسة، انا قمت عليه، يعني انا كلمته بكلام مقدس، انا كلمته بكلام، يعني لازم تقول امين. لما قلت له يا ابن المتعوجة المتمردة، الاصل يقول لي امين، انا ما سبيته ابدا اكيد، لكن هاي اخلاق بيئته، انا ما قلت كنيسته، اخلاق بيئته، لكنه هذا هو يقيم تعاليم ايضا الكتاب. استاذ فادي تفضل. اخي الحبيب فوكس معك المايك، الله يحفظك. بس انا حبيت ابين لكم هذا الشخص، يعني سبحان الله البني ادم يعني من بدايه حوارك معه تقدر تقيمه. شيخ اسد طلب مداخلات مرارا، انا متعمد ما اعطيه. الاخ
إخوة طلبوا مدخلات متعمد معطيهم، لأنه إنسان يعني إنسان تافه تافه. تفضلوا معكم المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوة؟ أنا مش عارف أخونا الفاروق عمر، إن في النهاردة مشكلة في النت، أنا مش عارف في النهاردة مشكلة في النت، أنا مش عارف في كل شوية بحس إن أنا خرجت خالص بلا بره الغرفة يعني، فأنا مش عارف يعني. تمام، فأنا عايز بس حد من الإخوة يكون معايا بصفة مستمرة عشان لما يحصل لي انقطاع أو كده. آه تمام. طب عشان الإخوة بس، لو حد من الإخوة يعني في تقطيع، في تقطيع. طيب لو حد من الإخوة بس لا تقول خليك معايا عشان لو حصل مشكلة أو أي شيء يعني. طيب أستاذ فادي أهلا بحضرتك. أنا سامعني يا أستاذ فادي؟ ها يا أستاذ فادي هل تسمعني؟ يا أستاذ فادي تعال طيب. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة أخونا. أوكي مفيش مشكلة، حيا الله دكتور عادل. طيب أستاذ فادي، نرجع للسؤال اللي حنفتح موضوع جديد تمام، حتى نطلع من موضوع، وعندما ما أجبتني على موضوع المفسرين وكيف وصل إليكم هذا التفسير، وهل الذين كتبوا التفاسير كتبوها بوحي وإلهام من الروح القدس، ما أجبني عن هذا السؤال. حياك الله أخي الحبيب. تعال ننتقل لنقطة ثانية، مش هدخل في موضوع تفاسير لأنه مش هذا موضوعي. موضوعي معك. طيب عاوز تجيب؟ عاوز تجيب؟ أنا هفتح معك موضوع ثاني ملوش علاقة بالتفاسير. طيب تفضل معك المايك. شكرا. الروح القدس يعمل في الكنيسة ويعمل في المفسرين حسب المفسر إذا كان يتجاوب مع عمل الروح القدس أو يفعل عمل الروح القدس في قلبه. يعني إذا كان مثلا يقولوا مسيحي فعلي ما كان مسيحي شكلي وقاعد عم يفسر أي كلام، بس كتير مهم شرط المفسر يكون مسيحي، يعني ما يكون من غير دين مثلا، لأنه عمل الروح القدس أساسي في التفسير. تمام، هاي اول سؤال، اول نقطه. ثاني نقطه، هل كل التفسيرات اللي بين ايدينا، هل كل التفسيرات اللي بين ايدينا هي مساقه من الروح القدس؟ اجابه نعم او لا. السؤال عم تقول لي انه اجابه او لا. هذا السؤال، هل كل التفسيرات اللي بين ايدينا؟ الله بيعرف، لكن المجامع اللي بين ايدينا هي مساقه من الروح القدس. التحديدات العقائدية اللي وضعوها المجامع المسكونية اللي هي تفسير، هي مساقة من الروح القدس وهي مرجع في الكنيسة. تمام، مثل ما بتقولوا انتوا وأمرهم شورى بينهم، ونحن أمرنا شورى بيننا. نحن اجتمعنا كمسكونة كاملة، مسكونة كلها اجتمعت وحسمت التفاسير، لحتى ما حدا، لأنه في ناس طلعوا غلطوا، حملوا كتاب المقدس مثل آريوس وفسر كتاب المقدس غلط، قام طلعت الكنيسة اجتمعت كلها وقالت له لا يا حبيبي تعال هون تفسيرك غلط، التفسير هيك. تمام، فالقواعد الرئيسية اوكي اشرحوا لي هي شغلة الشورى، ما عندي مشكلة، انا هيك فهمانة يعني، انه امرهم شورى بينهم، انه بتجتمعوا بتقرروا، بتتشاوروا بين بعض بعدين بتقرروا، مو كل واحد لحاله بيفتي بالموضوع. المايك معك تفضل. طيب اهلا وسهلا فيك استاذ فادي. بالنسبه لموضوع الشورى، بس خلينا نبين لك نقطه، الشورى فيما يتعلق في الامور الدنيويه، اما بالتشريعات الالهيه الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما فيش حاجه اسمها اتشاور انه الصلاه خمسه ولا اربعه، نعمل شورى، يجي شمس العقد يقول انا عاوزها والله سبعه، يجي الفاروق عمر يقول كفايه اثنين والله انا مشغول. طيب اجماع على ايش؟ ما قلت وما كان لمؤمن، شوف، ولا مؤمنة سواء اهل العلم او ايا كان،
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تفسير القرآن انتبه انتبه لا خطأ انت ما يعني معلوماتك مشوشة اسمع حتى نجيبك إجابة تستفيد منها. أولا عزيزي فادي وأنا يعني أشهد أنك من الناس اللي قمة في الأدب والاحترام لو جابك على أي شيء بتسأله موضوع التشريع الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله فقط الله عز وجل من يشرع ويحكم لكن المفسرين هم بشر زيك اجتهدوا بفهم الأدلة وكتبوا اجتهاداتهم لذلك بالنسبة لنا احنا كمسلمين كل يؤخذ منه اي ممكن اخذ من اسمع من اي مسلم اخذ منه وارد قوله اذا خالف قطعي في كتاب الله او سنة الرسول كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا المقام قام الى النبي عليه الصلاة والسلام لانه وما ينطق عن الهوى الصحابة على امر مش من امور بامور المعيار ما قاله الله ورسوله الان جاء مفسر على سبيل المثال الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم تمام هذه آية جاء مفسر استاذ فادي وقال معنى هذه الآية انه اذا احد رأى انه عنده امر او عنده فهم ادق لقول الله يقدم قوله على قول الله هقول له قف انت ضال مضل شوف لهذا المفسر او لاي واحد جاء وقال الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الكلام واضح جاء واحد من المفسرين على سبيل المثال او اي واحد كان قال يحق لك ان تجتهد في الاحكام الشرعية وقول واقبل ما شئت وارفض ما شئت اقول له قف انت كاذب ضال مضل انا مش انا اللي احكم انا الله ان الحكم الا لله يا استاذ فادي الله عز وجل يقول ان الحكم الا لله امر ان لا يعبد إلا الله يا ريت تنزلنا الآية الله يحفظكم حتى ما نقرأها خطأ الآية اللي الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله الله من يحكم عليه مش أنا يا أستاذ فادي افهم خذ نفس عميق وافهم أنا لا أمثل الله الله عز وجل أنزل كتاب فيه تشريع مصدري في الإسلام أربع مصادر المصدر الأول القرآن الكريم الآن ما جاء في القرآن الكريم من تشريع هو اللي أنا أقتبسه لو جاء واحد وفسر بقول يخالف قول الله عز وجل أخبط في أجلك الله الجزمة القديمة على دماغه أقول له أنت ضال مضل تفتري على الله ليه؟ لأنه الله عز وجل وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من السلطان إن الحكم إلا لله ما الحكم هنا ما بقول لك قول الله إن الحكم ربنا يقول هاي أقرأ الآية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إيش يعني ألا تعبدوا إلا إياه ما هو هنا النقطة اللي أنت بس دقيقة خليني بس أشرح لك وأسمع منك بس حاضر بس لازم تفهم أول أنا مش حكم مكان الله عز وجل المفسر توضح السؤال تفضل معك المايك شكرا لك مزبوط مشان اوضح لك السؤال مشان دغري تفهم علي شو سؤالي يعني قول الله قدامنا نحن هو القرآن الكريم تفسير قول الله اجا مفسر فسر قول الله بطريقه معينه اجا حضرتك طلعت قلت له هذا التفسير غلط تفسيرك غلط لانه قول الله لا يقول ذلك طب مين الحكم بيناتكم قال لي الله عز وجل طب مين قال انه الله يعني كيف الله بده يكون حكم ما هو التفسير انتم عم تفسروا قول الله مين الحكم هون؟ ما نحن الله في السماء يعني كيف الله بده يكون حكم؟ بده يكون في ناس على الأرض بشر هن الحكم مين هدول البشر؟ يلي هن الحكم في التفسير بس هذا السؤال المايك معك طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوف أستاذ فادي فرق بين أمرين
طبعا انا لا تاخذ كما كلامي عن محمل الاستهزاء، لا والله. فرق ما بين عندما نتكلم عن الكتاب المقدس اللي مليء بالرموز ومليء بالامور اللي غير مفهومه مع كل احترامي لمعتقدك طبعا، وما بين القران الكريم. الله عز وجل يخاطبنا بالقران الكريم، يخاطب مين؟ يخاطب البشر. فالله لا يخاطبنا الا بما ندرك ونعيه، لانه كلام الله هو تكليف، يعني الاحكام الشرعيه تكليف الشارع اللي هو الله عز وجل لنا حتى نقوم بهذه الاعمال. فهذا الامر يقتضي ان يخاطبنا الله عز وجل باللغه وبما نفهمه. لذلك الله عز وجل يقول: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اذن كلام الله عز وجل لا يمكن ان يكون لوغاريتمات، مش حيخاطبنا الله عز وجل بلوغاريتمات ما نفهمهاش حتى ياتي واحد ويفسر لنا ماذا قال الله. الله عز وجل يكلمنا، القران نزل عظيم. انتبه انتبه، مو انت مفهومك للتفسير خاطئ. عليكم السلام، حيرة دكتور احمد فاروق. حضرتك اولا بحاجه الى ان تعرف ما معنى التفسير في الاسلام. فرق عندما نتكلم بالاسلام استاذ فادي، فرق بين التفسيرات للكتاب المقدس والتفسير للاسلام. تمام؟ حياك الله يا دكتور احمد. كلام القران الكريم كلام واضح مفهوم يستطيع ان يفهمه اهل اللغه. طيب الان هل يا ترى انا عربي لكن هل كلامي لهجتي هي العربية الفصحى؟ لا، احنا تفرقنا استاذ فادي ما بين انت سوري لك لهجة، انا اردني لي لهجة، احمد فارم مصري له لهجة، الاخ في المغرب مغربي له لهجة، الجزائري له لهجة. فبالتالي يعني ابتعدنا عن جوهر اللغة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، حميد الكردي له لهجة. طيب لو سألتك يا أستاذ وأنت عربي، أستاذ فادي إيه هو القرء؟ عندك فكرة؟ عندك فكرة علما القرء لغة؟ تفتح لسان العرب أو مختار الصحاح أو قاموس المحيط تجد ما معنى القرء. لكن لو سألتك هل تعلم ما هو القرء؟ ما معنى القرء؟ هذا الكلام في الله عز وجل يقول: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيه هو القرء؟ عندك فكرة عزيزي ولا لا؟ قد تجد من المسلمين ما عندهمش فكرة بالمناسبة يعني ما معنى القرء. لذا جميل جدا، رائع. الآن جاء المفسرين واختلفوا في أمر. منهم من قال القرء هو بداية الحيض، طبعا القرء هو الحيض، القرء هو الحيض. منهم من قال القرء هو بداية الحيض وعنده أدلة، ومنهم من قال القرء هو الطهر من الحيض، انتهاء الحيض. عرفت علي؟ ما فيش اختلاف بأصول. لا تجد مفسرين اختلفوا بأنه الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو العبادات أو الأمور، هذه ما في اختلاف في الأصول. الاختلاف في فهم أدلة الفروع. تمام؟ يعني لا يمكن تجد المفسرين اختلفوا: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. مش هتلاقي كل مفسرين الأرض أحد يقول لا أنه الله مش واحد، الله ثلاثة أو الله اثنين، حاشا لله. لن تجد اختلاف. لما يقول فاعبدني واقم الصلاة لذكري أو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مش هتجد. ما المرجع عندك؟ المرجع ما هو، خليني بس أنت اسمعني وركز معي، اسمعني اسمعني بس، أنا قاعد بعطيك معلومة. إذا الأصول ما فيش هذه اختلاف، الاختلاف في فهم. عظيم جدا، تعال نروح لنقطة ثانية. طيب الآن ما المرجع في الاختلاف؟ الله عز وجل يقول، شوف أستاذ فادي الله يجيبك على هذا السؤال، القرآن يجيبك. أخونا الحبيب حميد موجود؟ أخونا حميد موجود؟
نزلنا الآية اللي الله عز وجل يقول وإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. شوف أنا حتى في القرآن الكريم اللي جاوبك على سؤالك لأنك إنسان جدير بالاحترام. الآن بتقول وإن اختلفنا، شوف الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله عز وجل يأمرني بأن أطيع الله وأن أطيع الرسول وأطيع أولي الأمر، وعطف طاعة ولي الأمر، ما أطاع ولي الأمر الله ورسوله فأطيعوه. طيب ماذا لو اختلفنا في شيء؟ وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، التنازع هو الاختلاف، فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيش يعني التأويل؟ تفسير. نقطة بس، انتظر حاطيك المايك. جاء مفسر وفسر قال أنه الصلاة أربع ركعات، أربع فروض مش خمسة، مش حقبل كلامه. ليه؟ لأنه عندي حكم، عندي فيصل، عندي معيار أقيس عليه أقوال المفسرين، والمفسرين مش حيجوا. قلت لك القرآن واضح، القرآن نزل بلسان عربي مبين، مبين واضح، كلام الله عز وجل واضح، لكن التفسير في الكيفيات، في كيفيات العبادة أحيانا تكون، لكنه ما فيش تفسير في أصول واضح، لأنه لا اجتهاد في قاعدة عندنا بالفقه بيقول لا اجتهاد بوجود نص، مش هجتهد أن الصيام فرض ولا مش فرض، في نص في القرآن الكريم. تفضل معك المايك، اسمع منك. شكرا جزيلا. أنا لما بكتب سبعة ما تفهمني أنه هلأ بدي المايك، بس أنا لما بكتب سبعة بكون عم أقول لك أنه بس تخلص كلامك أنا بدي، أنا جاهز لأني أعلق يعني، بس مو أكتر يعني، ما تفكر وأطلب المايك إنه مستعجل عليه، بس الوضح بس هاي مش ما تفكرني عم بضغط عليك بالحوار يعني، لا. بس الفكرة فهمت من كلامك إنه في اثنين حملوا عندهم القرآن الكريم وعم بيفسروا، اختلفوا، صار اختلاف بالتفسير. كيف بده يكون الله أو الرسول هو الحكم؟ يعني الرسول صار بالسماء والله في السماء، طيب هن منهم بيناتنا يعني، كيف بده يكونوا هن الحكم؟ ما هو الخلاف في كلام الله، كيف بده يكون كلام الله هو الحكم؟ ما نحن مختلفين في كلام الله، يعني مختلفين في تفسير القرآن الكريم، كيف بده يكون؟ راح تقلي ممكن نشوف استبق الجواب، وراح تقلي ممكن نحن راح ناخذ تفسير القرآن الكريم من حديث الشريف، من الأحاديث القدسية فيها تفسير القرآن الكريم، هي المرجع. بقول لك ما هن الاثنين اللي اختلفوا كان عندهم الحديث الشريف وما زالوا اختلفوا، يعني بغض النظر عن وجود الحديث القدسي هن أيضا اختلفوا في تفسير القرآن الكريم هذول الشخصين. فهذول هذا الاختلاف مين المرجع فيه؟ يعني أنتوا كديانة إسلامية، كمجتمع إسلامي، كدولة إسلامية، ككل شيء، مين المرجع المعتمد في المجتمع الإسلامي اللي لي انه انا املك التفسير الصحيح، او فلان او هذا المجمع او هذه الهيئه او هذه الفلان، مين المرجع؟ كل واحد يختار ما يريده ولا شلون القصه؟ ما يفري. طيب السلام عليكم استاذ فادي، انت بتسمع مداخلات اللي انا بتكلم معك فيها؟ يعني المداخلات الماضيه سمعتها يعني واستوعبتها بشكل جيد؟ استوعبتها بشكل جيد؟ أوكي، أنا عارف إنه مش فاهم، وبالتالي لو بضلني معاه للصبح مستعد أعيده مرة وعشرة وعشرين وثلاثين. أخونا آدمي، لأنه فعلا إنسان جدير إنه الواحد يحترمه. تمام، اسمعني الآن، سؤالك الآن المفسرين، يعني أنت إلى الآن أنا ألمس من كلامك إنك مش فاهم ما معنى التفسير في القرآن الكريم، لأنه أنت قلت في سياق وفي معرض كلامك أنه طيب إيش المرجعية عندكم للتفاسير؟ المفسر يا عزيزي، المفسر قلت لك فرق ما بين تفسير القرآن الكريم والتفسير في الكتاب المقدس. القرآن الكريم كلام واضح، كلام الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما ندركه ونعقله، لأنه مكان التكليف هو العقل، فكيف لله عز وجل أن يخاطبنا بأمور لا نعقلها ويكلفنا بفعلها؟ طيب
يا أستاذ اسمع 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 يا أستاذ فادي اسمع للآخر اسمع للآخر الله يحفظك. الآن الآن المفسرين عندما شابت لغتنا العربية اللهجات اللهجات اللي قتلت جوهر اللغة عنا أصبحنا كثير من الكلمات لا نفهم معناها وهي من 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 أصل لغتنا. كمثال القر كمثال كثير هي من من الكلمات لو جئنا لمعناها مش هنفهم إيش يعني معناها علما إنه إحنا عرب والقرآن باللغة العربية سنتنا انعوجت على اللهجات تمام. المفسرين جاءوا ليبينوا معنى قول الله عز وجل في مسألة معينة وبثال القرء قلت لك الاختلاف منهم من قال الحيض ومنهم من قال القرء هو الطهر من الحيض. طيب هل يا ترى هذا الشيء يمس أصل العقيدة؟ هل هذا الاختلاف رغم فيه اختلاف بينهم انتبه أنا منهم من يقول أول ومنهم من يقول النهاية لكنه هل هذا الاختلاف يمس جوهر العقيدة؟ الإجابة لا. اثنين طيب متى نلجأ إلى يعني فرق بين الاختلاف والتناقض يعني فرق بين الأمرين بين أن يختلفوا في مسألة وكل واحد عنده فهمه ودليله وبين أن يتناقض المفسرين في تفسير الآية. احنا نتكلم عن الاختلاف تمام برجع بأكد لك فرق بين تناقض التفاسير والاختلاف في التفاسير. في نقطة برضو لازم تفهمها في التفاسير الإسلامية تمام عن الاختلاف. الآن تجد المفسر الواحد المرجع كرام الله. طيب كيف كرام الله والله لا نراه ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه ميت كيف 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 نرجع؟ طيب طب انت يا فاروق بتحط العقدة في المنشار ايوة الآن الله عز وجل كيف كلمنا؟ هل كلمنا مباشرة؟ الله لا يكلم أحد مباشرة. كيف الله عز وجل كلمنا؟ كلمنا في القرآن الكريم اللي هو بين أيدينا صح؟ صحيح؟ الله ما كلم أحد. انتبه الخلاف ما إيش عن التفسير؟ جاوبني إيش عن التفسير؟ و نفس المشكلة عندك فهم ما معنى تفسير القرآن الكريم ما معنى إلى الآن عندك مشكلة في فهم ما هو تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يا عزيزي هو مش تفسير القرآن من الجلد للجلد في آيات كثير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت المسيح. شوف فهمت من هذه الآية أنت مسيحي لما نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أوكي إيش فهمك أوكي أوكي مش يعني إيش اللي فهمته من هذه الآية؟ وانتبه أنت مسيحي مش مسلم إيش الفهم اللي فهمته حضرتك أستاذ فادي؟ ممكن تكتب ليك فهمك أو ما قدرت أنك تفهمه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إيش مفهومك لهذه الآية أو اللي فهمته من خلال سماعك المباشر لهذه الآية؟ أنا بنتظر إجابتك حتى أجيبك على سؤالك يعني أنا بحاول أبسط لك الإجابات على قدر ما أستطيع. عرفت علي؟ يعنيني إنك تفهم المعنى اللي عاوز أوصل لك إياه بأسلس الطرق. بس جاوبني من فضلك أنت إيش فهمت من هذه الآية؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إيش فهمت حضرتك؟ أنت معاي أستاذ فادي؟ معاي؟ عندي صوت ولا فصلت انا برضو لانه الاخوة طالعين داخلين عندي صوت
طيب عندي صوت الحمد لله. استاذ فادي موجود؟ حياك الله يا دكتور محمد. حيا الله اخونا لو استاذ فادي. موروكو بلادي حياك الله. مش عارف الاستاذ فادي شكله ابتعد. استاذ فادي اكيد راح على التفاسير. اما انا مش عاوزه يعني اللبس اللي عند الاستاذ في فهم. اولا ما معنى تفسير القرآن الكريم؟ ايه هو التفسير؟ هذه نقطة اللبس عنده. واحد اثنين اختلاف المفسرين. اختلاف المفسرين هل موجود بالروم؟ هو موجود بس يظهر حياك الله اخي الحبيب بس يظهر انه مبتعد او انه بيبحث او انه مش سامع اجمالا. النقطة الثالثة اللي موجودة عنده في فهم كيفية التفسير. هل الله عز وجل يخاطبنا بأمور لا ندركها لا نفهمها لا نعيها؟ هل القرآن الكلام هل القرآن الكريم كلام غير مفهوم؟ هل القرآن الكريم بحاجة عليكم السلام بحاجة إلى مفسر ليفسر لي ماذا أراد الله عز وجل بقل هو الله أحد؟ المشكلة الآن اللي احنا وقعنا فيها انه في بعض كثير من الكلمات او المصطلحات في القرآن الكريم لا نفهم معناها، وهذا العيب فينا احنا لانه حدنا عن اللغة العربية. يعني اصبحت الآن لو احد من الاخوة المغاربة تكلم معنا حيتكلم عربي لكن مش هنفهم جل كلامه. ليه؟ لانه بيتكلم بلهجته باللهجة الدارجة. انا لو هتكلم معاكم بلهجتي في كثير من الناس الموجودين ربما بعض المصطلحات يصعب عليهم فهمها. نعم ولقد يسرنا الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية صحيحة الله يحفظك. طيب فبالتالي الضيف هذا اللبس اللي عنده. استاذ فادي عدت حضرتك؟ نعم. هو هاي المشكلة يعني تأثر ضيوفنا المسيحيين في مفهومهم للكتاب المقدس ويحاولوا مفهوم على القرآن الكريم. علما ما فيش حاجة تعرفوا ايش المشكلة؟ يعني أنا إلى الآن بأمانة وصدق ما وجدت ضيف واحد حياك الله ما وجدت ضيف واحد يتكلم في القرآن وهو يدرك ما هو القرآن أو القرآن بماذا يتكلم. بما يعني كلام الله عز وجل ينقسم إلى كم قسم؟ ما فيش حد. طيب المصطلحات في القرآن الكريم ما هي مصدرها وكم قسم تنقسم؟ هو إذا أردت أن أتكلم في القرآن الكريم لابد أن أفهم ما هو القرآن الكريم أولا حتى أستطيع أن أتكلم. مش حينفع أنا أني أبدأ أنتقد وعندما أحاور المسلم يجد المسلم أني مش فاهم حاجة ما هو القرآن وبماذا يتكلم القرآن. زي امبارح الضيف اللي دخل ويقول أن قل هو الله أحد أنت ماذا يعني أنك واحد من الموجودين؟ إذا قل هو الله أحد الله أحد الآلهة هذا ما قالوا. طب يا ترى هل هذا الفهم فهم صحيح؟ هل هذا الفهم فهم صحيح؟ ما هو الفرق اخي الحبيب؟ ما هو اذا حتكلم مع الاستاذ فادي اللي معنا من خيره الضيوف اللي بيدخلوا معنا للروم يعني وانسان وخرج هو اظنه لكنه فعلا من الناس يعني كلمه حق تقال بحقه وهو مش موجود. الاستاذ فادي من الناس المحترمين غايه في الاحترام لذلك ما عندنا مشكله نطول بالنا عليه ونجاوبه على اسئلته. وبالعكس انا شخصيا بهتم جدا باي سؤال بيساله. الآن لو أنا هتكلم مع أخونا الحبيب موروكو
بلادي عن الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، وكيف أن الآيات المحكمات لماذا الله عز وجل سماها آيات محكمات، ولماذا التشريعات لا تؤخذ إلا من المحكم ولا يؤخذ من المتشابه، ولماذا هنالك المتشابه وفي القرآن الكريم مش هيفهم يعني حشتته صدقا. إذا هتكلم معاه في المحكم والمتشابه هيتشتت، يعني هو يعني قاعد القرآن الكريم مش فاهم ايه يعني القرآن الكريم، ايه يعني مفسرين، بالتالي بحاجة الى طولة بال وسعة صدر وجلد ونتحمل.